قادمون نيران الذين ذكرهم وائل حقيقيون. لا يحدث الكثير من انواع الحرير لكنك لا تدرك. ها؟ امض بعيد عني. مهلا على الاطلاق. انت كف عن ذلك ايها الكلب. لا لقد غادر اتمنى ان تكون بخير شكلا معا نرى كل شيء يعني مرحبا يا صديقي ويسمون هذا فناً. من تربيط جداره الشمسية، ذلك القسم القريب من نوافير النفس. كل من تقابله في الشوارع هذه الأيام صار عالماً فلكياً. لقد
تحتاج إلى حماية؟ هذا هو المكان المنشود. استطلع المنطقة يا إنكي. فعلاً ما كل هذا إذن؟ ما الذي؟ هذا الخليفة لا يحترم فن الطب، إنه يهدد رجال العلم. قائد،
قائمة بما في هذه الجرار ستجعل بحثي أسهل. يسعدني أننا نحرس هذه الجرار بحسب. علي توخي الحذر، ما بهذه الجرار يمكنه قتل الغافلين. على رسلك. Thank you.
ايدك موت. ما بهذه الجرار يمكنه قتل الغافلين. ماذا ترى؟ أعرني عيني. علي توخي الحذر، ما بهذه الجرار يمكنه قتل الغافلين.
بهذه الجرار يمكنه قتل الغافلين. مهلا. ماذا؟ لنتحدث معا. ستموت الآن. هيا. جبان، استدر وقاتل. Ha ha ha!
انطلق يا أيها. أحتاج إلى عينيك يا صديقي. الكذاب الذي عند النهر سيشتري أصدافا. وين؟ المعلمة حنين. أضمن لكم أن اختيار غريب لمكان اللقاء. ألديك النقود المميزة؟ إنها بانتظارك عند باب الشام. ماذا؟ هذه حيلة ما؟ ليست حيلة، بل سباق. أعتقد أنني سريع بما يكفي للتفوق على سمعتك. أراك عند البوابة. علي أخذ النقود عند باب الشام قبل أي شخص آخر. قد حظيت اليوم بنصر جيد، لكن لا تدعه يدخل الغرور برأسك. رأسي بخير، لكن ماذا عن كبريائك الجريح؟ آمل ألا يمنعك من قبول سباق آخر عما قريب. لدي النقود، الآن علي التعجل وإيصالها. ألقي نظرة يا إنكيدو. مهلا. تراجع. تعال. أقدر خدمتك، لكنك تأخرت. كن أسرع قليلا في المرة التالية رجاء.
أرني الطريق أمامنا. أرى أن مقرنا الجديد في العباسية يحرسه جيداً رفيق متأهب ونشط. باسم، فاجأتني. كنت أستمتع بقراءة بعض الشعر للتو. لمن؟ شاعرة البلاط، السيدة عريب، كلماتها تغرد مثل عصافير الجنة. عجل، لقد قرأت أعمالها. كنا نتسلل إلى بيت الحكمة في صغرنا أنا وصديقتي نهال. قضينا ساعات في القراءة عن الآلهة والجن، لطالما كنت أستمتع بهذا المكان. بيت الحكمة لم يعد كما كان في السابق. أليس صديقنا أحمد بن موسى هناك؟ لقد ذهب إلى ورشته هناك حسب ما أذكر. بلى، بعثت إليه برسالة حتى يأتي ويساعد في تجهيز هذا المقر، لكنه لم يرد. لم يستطع جواسيس التواصل معه. مر أسبوع ولا أثر له. واحد من بني موسى المشهورين مفقود في بيت الحكمة إذن. أجل، غامر هناك وعرف مصيره. سيتم ذلك. نشرت عقودا جديدة على اللوحة اليوم. أرشدني يا
لا لا ما هذا؟ لا لن تفعل أيها الحرس يوجد المحتسبي مجدداً لم يكن مهلاً هذه سرقة ليس ليس ستنال جزاءك عندما يقطعون يديك. من أحرق كتبنا يا قوم هدئوا من روعكم كان الحريق صغيرا وأخمدنا غضب الله يحل بنا أغلب كتبنا سليمة لقد زال الخطر أيها العجوز كيف شب هذا الحريق؟ عجوز؟ فاضل فهيم عجوز عجوز بقدر بيت الحكمة الذي يرأسه لا تؤاخذني يا أستاذي لقد زال لساني هل يمكنني المساعدة؟ لا لقد أخمدت الحريق ألوية الدلاء التابعة لخبير المياه من أشعل هذه النيران؟ المخربون حسب ظني هم أعداء الخليفة تحديداً ما نوع الكتب التي كانوا يحرقونها؟ سابق لأوانه معرفة ذلك لعل أمين الكتب يعرف نوعها إنني أبحث عن أحمد بن موسى أجل لديه ورشة هنا لكنني لم أتحدث معه مؤخراً سلام عليك أيها الشيخ سأنصرف ما زلت أحتاج إلى العثور على أحمد بن موسى لكنني يجب أن أتحدث لأمين الكتب في المكتبة يجب أن أتفقد الطابق الثاني أردت
قراءة كتاب غاية الحكيم. الآن ماذا؟ حانت نهايته. أحرق كل هذه الكتب النادرة بالتأكيد ليست كبيرة. المكتبة تحت الحراسة، لابد أن شيئا قد حدث. كتاب غاية الحكيم، لكن الحريق أتلفه. من أحرق كل هذه الكتب النادرة والجدائر؟ المكتبة تحت الحراسة، لابد أن شيئا قد حدث. تمهل.
إنه أمين الكتب، ثمة شيء في يده، قماش، إنه ممزق من ثوب امرأة، لكن لمن يعود؟ إنه ميت، لكنه كتب منسخ بدمه، ترى، عرائق غريبة وأمين ميت، شيء مروع، يجب أن أسرع. كن عيني يا إيدي. إذا كانت مدينة الشاحبين ذوي الشعر الطويل وقد قتلت بضعا منهم.
وجه ضربة أقوى. سأزلت أشلاء جسدك بإحدائي. يسهل التنبؤ بها. جرب ذلك مجددا. أنا لست مقاتلا. لست على عجلة من أمري. يا لك من خلاق. ثمة فرد من الثعابين قريب. كما قالت أمي، انخرط في الأعمال التجارية واحصل على متجر محدود.
كن سعيدا. كم كانت محقة لو أنني استمعت إليها. مهلا مهلا ما ذلك؟ أنت أثبت مهلا أصيرك الموت لا تقتلني أرجوك امنحني مزيدا من الوقت لقد فككت شفرته تقريبا لا تقلق لست هنا لقتلك ما الذي تحاول فك شفرته؟ الكتاب قلت لها إنني لن أستطيع هذه ليست لغة أعرفها لكنها لم تمنحني خيارا من؟ امرأة تدعى زهرة إحدى العالمات هنا ما هذا الكتاب؟ ما اسمه؟ لا أعرف سوى أنه مكتوب في مخطوطة لا تشبه أي مخطوطة أخرى وقد رأيت المئات حسب كلام زهرة إنه قطعة أو بقايا أثرية أكثر من كونه كتاباً
لقد كذبت بشأن تقدم المحرز حتى لا يقتلوني. لا أستطيع قراءة كلمة واحدة، لا أستطيع حتى الجزم بأنها لغة. أين عاثر على زهرة؟ لا أعرف، قد تكون بأي مكان في المدينة، إنني أريد العودة إلى الديار فحسب. حسناً، اذهب إلى مكان آمن قبل رجوع الحراس. لابد من وجود ما يساعده هنا. خطاب التنظيم يذكر عريب، إشارة بريئة أم شيء أكثر إذاناً بالسوء؟ يشعرني هذا الكتاب بعدم ارتياح، سأتركه هنا. يحدد هذا الخطاب مكان أملاك عائلة زهرة. علي زيارة أملاك زهرة ومعرفة مدى تورطها في التنظيم. النجدة، أرجوكم هنا. هل أنت أصاب؟ الآن فرصة مناسبة لتفتيش مكانها. تعود زهرة في أي لحظة. هيا
كتاب شعر آخر من تأليف غريب، تحظى بشعبية جيدة ضمن أوساط معينة بالتأكيد. زهرة مرتبطة بالتنظيم حتماً، إلى جانب شخص ما يدعى الربيسو. عرفت كل ما بوسعي، من الأفضل فقط إلى منطقة مرتفعة واستعد، قد تعود زهرة في أي وقت. أيها الخدم، أعدوا كأساً من عصير التمر على الثلج، وقدموه مع صحن من الخبز المعسول والرمان، ثم حضروا أملاح الاستحمام، فأنا منهكة تماماً. الجنة حيث تجدينها. لا يزال ذلك العجوز الأحمق يعبث بقرصه القديم ومرضاه العاجزين. هراء! طبعاً سيدتي، الإجابات الحقيقية توجد في الكتب، دائماً في الكتب. مهلاً! ضمت زهرة من شأن ذلك الكتاب الغريب تسليراً. لا، ستموت الآن. كفاك هراء، سأتولى أمرك. لا أنت. ظنت زهرة أن من شأن ذلك الكتاب الغريب تسيير عملهم العظيم. من حسن الحظ أن حنين لم يستطع ترجمة أي كلمة. لا يزال علي العثور على أحمد بن موسى. ما خطب فتياني؟ أيها الحرس، تعالوا إلى هنا. المجرم إنه هنا. الأفضل التواري عن الأنظار. أريد القراءة، سأنضم إلى الحرس وأحمي الخليفة عندما أقوم.
قاذفون نيران الذين ذكرهم وائل حقيقيون. ماذا ده؟ اقتربت أكثر مما يفعل. هدئ من روعك. ماذا ترى؟ تحياتي أيها العم، لو سمحت، أين العالم أحمد بن موسى؟ أجل، أكثر بني موسى حباً للمغامرة، ورشته خلفي مباشرة. أشكرك أيها العم. باسم، أنت يا ذا التسعة أصابع هنا. نهال، ما الذي تحملينه أيتها السارقة؟ إنه كتاب، على الأقل تمكنت من إنقاذ واحد من الحريق. إن أمسكوا بك تسرقين سيقطعون إصبعاً، لا مهلاً، بل يداً بأكملها. هذا ليس طريفاً. إذن لا تضحك. حسناً، مزاجك جيد وأنا لدي أمور أنجزها، ليس شيئاً يهمك. أمور المستترين السرية، ما الذي أنت بصدده هذه المرة؟ ستطعن؟ تسرق؟ أم ستطعن ثم تسرق؟ ذلك ما تجدينه يا نهال. مجرد فقدانك إصبعاً لا يعني أنك فقدت مهارتك. بالنظر إلى كل هذه الأدوات والكتب يبدو أنها غرفة أحمد، لكن أين هو؟ دائماً هذا من صنعه بلا شك. يقول الخطاب إن هذه كتب أحمد. كتاب شعر آخر من تأليف عرين، كان سيسر تبت بهذا. التي كان يمتلكها أبي، لكنها تخص أحمد.
أن أحمد بصدد العمل على شيء جديد، لكن ماذا؟ رسوم توضيحية وأدوات آلات وغرائب أخرى. هذه ورشة أحمد بالتأكيد، لكن أين عساه أن يكون؟ معذرة، أساعدك بشيء؟ أبحث عن أحمد بن موسى، أتعرف أين يمكنني العثور عليه؟ قد أتمكن من مساعدتك، اتبعني. هل هذه زيارتك الأولى لبيت الحكمة؟ لا، كنا نتسلل إليه في صغرنا أنا وصديقة لي. علمنا أنفسنا القراءة في مكتباتكم. على الصغار اتباع أسوتكما الحسنة. يخالفك الأمناء الذين أخرجونا من بين أكوام الكتب يومياً. إنهم يؤدون عملهم ليس أكثر. وما الذي درستماه في بيت الحكمة؟ كنت أحب الشعر والحكايات البطولية، أما صديقتي فكانت تفضل الآلهة الوثنية والسحر الأسود. هذا مثير للاهتمام. وهل اتبعت شغفك الشبابي وأصبحت عالماً؟ عندما ينتظرني العالم بأسره؟ لا، يمكنك القول إنني رجل مكلف بمهام. حسناً، ماذا عن صديقتك؟ لا، إنها لا تزال تبحث عن شيء، لكن لا أعرف ما هو. هذا مؤسف. قاربنا على الوصول الآن، هيا بسرعة. النجدة يا حراس، أتعرض للهجوم. ماذا؟ أيها الكاذب. مرة أخرى. أكره ولا. أيها الحقيقة يسهل التنبؤ بها. وجه ضربة أقوى. يا لك من خلاب. لا يحب النسيان مصيره. أرجوك لا تؤذني. لقد قدتني إلى فخ يجدر بي قتلك في مكانك. اعف عن الطيب حامد. إذن أخبرني، أين أحمد بن موسى؟ أرجوك يا سيدي، إنني لا أعرف أين هو، حقا لا أعرف. أخبرني لماذا قدتني إلى كمين إذن؟ هو من أجبرني على ذلك. من هو؟ ليس أحمد قطعاً. لا أعرف اسمه، فقد كان يرتدي قناعاً على الدوام. وما الذي يريده هذا الرجل المقنع؟ إنه يأمرني بإبعاد الجميع عن موقع حفر بيت الحكمة، وإلا... وإلا ماذا؟ سيلحق الأذى برأسي مثل ما فعل مع الآخرين. أرجوك أعفو عن المتواضع حامد. أين موقع الحفر هذا؟ في البادية خارج المدينة. هاك، دعني أرسم لك خريطة. على الخريطة إرشادي إلى موقع الحفر.
لديك شيء من أجلي؟ ليس حتى الآن. ربما نجد في المرة المقبلة ما هو أكثر من الكلمات الجوفاء والإزعاج.